فانا الحقيقه وانا بدور على موقف الاعلام الرياضي او الغير رياضي مع النادي الاهلي من امبارح للنهارده، هقول لحضرتك كم مثال اتقالوا من غير ما اقول اسامي. واحد من الاعلاميين قال ايه؟ والله الاهلي لازم يفكر في المباراه ويركز ان هو يكسب هناك في المغرب، لان المغرب دوله شقيقه او دول اشقاء. حد قال كده؟ الحقيقه ان احنا والمغرب اشقاء، وستظل العلاقه بين مصر والمغرب وما بين الاهلي والوداد علاقه كبيره جدا جدا جدا. ولكن سؤالي لحضرتك لهذا الاعلامي اللي قال هذا الكلام، لو الموضوع معكوس، يعني لو احنا قلنا او ان المباراه هتتلعب هنا في مصر، كان الاعلام في المغرب عمل ايه؟ مع ان انا مش هبقى منظم مرتين ورا بعض بالمناسبه، كان الاعلام في المغرب عمل ايه؟ طيب لو الوضع معكوس، يعني لو النادي، لو مصر او النادي الاهلي قرر ان المباراه دي تتلعب في مصر، فاحنا يا جماعه احنا اشقاء صح؟ طب ما تيجي نلعب في مصر بما اننا اشقاء، تعالوا نلعب في مصر والنتيجه يكسب اللي يكسب، صح ولا مش صح؟ ده مش ماتش ودي يا جماعه هنقول كلمتين وخلاص، لا، يجب ان يكون هناك لوائح في هذا الامر وواضحه. اعرضوا لنا اللائحه، كل اللي انا بطلبه ان يتم عرض اللائحه وطلعوني كذاب، طلعوني كذاب، وروني لائحه وطلعوني كذاب، قولوا لي يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده كله هجس، يا اما حد من السنغال يطلع يقول لنا هو ايه اللي حصل؟ انسحبوا ليه؟ على فكره انا مش فارق معايا نتيجه اي مباراه ولا ايه اللي هيحصل، انا اللي فارق معايا بس هو للدرجه دي يعني الناس مش فارق معاها اي حاجه؟ للدرجه دي؟ يعني معلش، طب خليني ارجع تاني للاعلام، فواحد بيقول كده، واحد بيقول يا جماعه خلينا نركز في الماتش، طبعا هنركز في الماتش، الكابتن خطيب نفسه قال هذا الكلام، يعني مش محتاج الموضوع، مش محتاج ان احنا نقول ان احنا عايزين نركز في الماتش، ولكن طب بما اننا اشقاء تعالوا نلعب في مصر، تعالوا يلا بينا نلعب في مصر واحنا اشقاء، وبالعكس الجمهور المصري بيحب المغاربه جدا جدا جدا، ايه رايك؟ اديكم شايفين العلاقه ما بين النادي الاهلي والكلام اللي بيتقال على النادي الاهلي من وفاق ستيف ومن رئيس وفاق ستيف عامله ازاي، على الرغم من النتيجه 4-0 ومن الاعلام الجزائري. انا مش عارف الحقيقه ايه الاتجاه اللي واخده الاعلام الرياضي المصري ده، مش فاهمه. فده كان احد الاعلاميين. اعلامي تاني بيقول ايه؟ الاهلي لازم يركز على الماتش خلاص، ويركز على الماتش وانه يفكر في نقل الجماهير للمغرب، اصل المباراه هناك والموضوع منتهي وده قرار ومتاخد. مش فاهم. طب انت فعلا هو قرار وتم اتخاذه، ولكنه قرار ظالم. انت دورك كاعلام ايه معايا كنادي اهلي؟ ما انا بمثل مصر بالمناسبه. مع حضرتك في ان احنا لازم نركز وان احنا لازم، طبعا مليون في الميه، انا يعني لعبنا كوره وعارفين الكلام ده بيتقال ازاي وبيتعمل ازاي وبيتقال امتى. ولكن القرار الظالم ده نفسه حضرتك بتقول عليه ايه؟ ما علقتش عليه ليه؟ انت جاي تقول لي ركز في الماتش؟ ما انا هركز في الماتش، حاضر. بس ربنا يكرمني ان شاء الله يوم السبت وبعد كده هنتكلم في القصه دي. لانه ده شغل لعيبه الكوره يعني بالمناسبه يعني. ولكن انت موقفك ايه من القرار الظالم اللي حصل للنادي الاهلي؟ ولا انت شايفه قرار ديمقراطي؟ ده الاعلامي الثالث بالمناسبه في الراديو، يقول لك ايه؟ اصل الاهلي ما اتظلمش ولا حاجه، ده تصويت والموضوع خلص والمغرب فازت وبالتنظيم. طب هو يا جماعه البيان ما طلعش فيه اي تصويت. الاتحاد الافريقي دائما متعود يقول ايه؟ ده بدل ما يقف مع النادي الاهلي يقول لك ايه؟ الاهلي ما اتظلمش ولا حاجه، الدنيا تمام وزي الفل. طب حتى يعني ايه؟ اعمل اللي انت واقف مع النادي الاهلي حتى مثلا. لكن طبعا تم الحاجات الاعلاميه دي كلها او العناوين الاعلاميه دي كلها اتاخدت وراحت في المغرب ونزلوها، قال لك بص الاعلام في مصر بيقول ايه؟
ومبسوطين طبعا بالكلام ده.